طبعا اقتراب عيد الربيع الصيني لا تعم فرحة السنة الجديدة في الصين فحسب بل في العالم أيضا، وقدم بعض الزعماء السياسيين والعالميين تمنياتهم لعيد الربيع. أنا مسرورة جدا بإرساء تحية للشعب الصيني بمناسبة عيد الربيع الصيني. سكان موريشيوس متنوعون نسبيا، ونرحب بالأصدقاء الصينيين في بلدنا. إنهم جزء هام من مجتمع موريشيوس، ونولي اهتماما بالغا بإسهاماتهم. هناك أشياء كثيرة للتعلم من أصدقائنا الصينيين، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن التحية وأمنياتي لهم بكسب مزيد من الأموال في العام الجديد. سنة جديدة سعيدة، أتمنى للشعب الصيني سعادة وسرورا في عام الكلب. تأمل بأن يكون العام 2018 عام الباندا للدنمارك. سوف يأتي زوج من الباندا ماوسون وخيسين من مدينة تشيندو إلى حديقة الحيوانات بمدينة كوبنهاجن بحلول نهاية العام الجاري. في المستقبل القريب سوف تشاهدون حورية البحر إضافة لزوج من الباندا. نتطلع ونرحب بزياراتكم، وأتمنى لكم سعادة وسرورا في عيد الربيع. أتقدم بأطيب تمنياتي للصين بمناسبة السنة الجديدة. ستستقبل الصين عام الكلب، ونأمل بأن يكون هذا العام إيجابيا، لأن الكلب أفضل صديق للبشرية. لذلك أتمنى للشعب الصيني والحكومة الصينية سنة جديدة رائعة.